أقصى حدود إقليم كردستان العراق وتحديدا في قضاء باتوفا الحدودي، انطلق المهرجان الفلكلوري الشعبي والذي يقام سنويا في قلعة الشاباني لإحياء العادات والتقاليد الموروثة للمنطقة. عشيرتنا متوزعة، قسم منهم يعيشون زاخو، قسم منهم يعيشون باتيفا، نصفهم يعيشون أوروبا. فكل سنة نقوم بهذا الاحتفال، نجمع كل القرى تقريبا 50 قرى نجمعهم هنا، نقوم باحتفالات في الفلورية. مهم جدا، كنا مهمين نهتم بثقافتنا وفلكلورنا وطبيعتنا، طبعا مهم جدا لأجيالنا. جهد الخوش يا ما يا راستي. نحن سعيدون جدا بإقامة هكذا مهرجانات التي تقام سنويا والتي تهدف في زيادة العلاقات الاجتماعية بين العوائل في هذه المنطقة وإحياء العادات والتقاليد الخاصة بهم عبر هذا المهرجان لنقلها إلى الأجيال الجديدة. ديار بنو يكدو بتر ناسكا تم تنظيم المهرجان من قبل جروب شبابي تطوعي وبحضور العديد من العوائل الكردستانية، إضافة إلى ضيوف من كردستان سوريا وتركيا للمشاركة بإحياء الحفل التعريفي المجتمعي الذي يعرض جزءا من مفردات فلكلور وعادات تتعلق بالعشائر الكردية. أولا شكرا لكم وشكرا لحكومة الكردستانية. نحن نجي إلى هنا من الدول التركية. عادات الفلكلورية الكردية الآن عادات مهم جدا لأجل أكراد أيضا، لأنه نحن نعرف من الشرق يوجد الأعراب ومن الغرب أوروبيون وأفريقيون، ويجب الكرديون الأكراد يحفظوا على ثقافته وعلى فلكلوره. يعني هذا شيء مهم وأظن هذا شيء أولي، يعني مهمة لمستقبل الأجيال القادمة كي لا ينسى العادات والتقاليد التي يمر فيها الإنسان، والأجيال القادمة خي لا ينسى العادات والتقاليد التي يمر فيها المستقبل القادمة، الفلكلور والتجمع والاتفاقيات بين العادات والتقاليد والعشائر، ويكون بين السلام والتعارف والتعاون بين العشائر الأخرى، مو عشائر فقط، عشيرة. دبكات ورقصات كردية هنا وهناك تحتضنها ربوع الخضراء، كما تقدم بعض الأشعار الفلكلورية، إضافة إلى تقديم عرض مسرحي، وفي الختام تقديم هدايا للشخصيات البارزة في المنطقة تثمينا لجهودهم وأعمالهم الإنسانية البارزة. لقناة زاكروس الفضائية، نجلة السندي، زاخو.